بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جذرية في العلم الوطني للمملكة بعد يومين فقط من الاحتفال به على نطاق واسع في كافة أنحاء البلاد، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مواصفات الشكل الجديد لراية التوحيد. فما القصة؟ لنذهب للتفاصيل. بعد سنوات طويلة من العلم السعودي الأخضر الذي تتوسطه راية التوحيد باللون الأبيض وأسفلها سيف حاد يعبر عن هوية المملكة العربية السعودية، فاجأت الإدارة السعودية المواطنين بشيء لم يكن في الحسبان بعدما عزمت على تغيير راية التوحيد لتتناسب مع الرؤية الجديدة للمملكة. واعتمدت الدولة السعودية 3 تعديلات جذرية جديدة في العلم السعودي، كانت جميعها في التنسيق الرسمي للعلم الوطني، وذلك بحسب ما أعلنه الدليل الإرشادي لوزارة الثقافة السعودية، حيث تجسدت التعديلات 3 في الشهادتين ومقبض السيف وآخر يتعلق ببعض الأمور الزخرفية. وتمثل التعديل الأول على العلم الوطني في إضافة الهمزات لعبارة التوحيد الشهادتين، أما التعديل الثاني تجسد في إضافة بعض التشكيلات الزخرفية لهما. واختتم الدليل الإرشادي لوزارة الثقافة تعديلاته باعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد. ويعد التعديل الجديد الذي طرأ على راية التوحيد السعودية ليس الأول من نوعه منذ اعتماد الراية الخضراء علما وطنيا للمملكة، حيث مر العلم الوطني بالعديد من التغيرات الطارئة تركز بعضها في اللون، فيما اعتمد البعض الآخر على بعض الأساسيات بداخلها قبل أن يهتدي مصممه للشكل النهائي. فمنذ أن اعتمد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في بداية رحلته للسيطرة على كامل نجد علما أخضر تتوسطه عبارة التوحيد باللون الأبيض مع وجود مساحة بنفس اللون على يسار العلم حتى عام 1921، قبل أن يتم إحداث تغيير طارئ في عام 1926 بعد 5 سنوات فقط من اعتماده. وتم تغيير العلم للمرة الأولى فأصبح اللون الأبيض يحيط بالراية الخضراء التي تتوسطها الشهادتين، واستمر العمل تحت الراية المعدلة لأكثر من 6 سنوات كاملة منذ عام 1926 وحتى عام 1932، إلا أن العمل بها كان تحت اسم مملكتي نجد والحجاز وليس المملكة العربية السعودية. ولم يهتدي أحد في المملكة إلى الشكل الأمثل للعلم الوطني قبل حضور المصري حافظ وهبة إلى بلاد الحرمين الشريفين في عام 1932، عندما وضع الشكل الأكثر قرباً للرؤية النهائية لراية التوحيد الخالدة بعدما اعتمد الأخضر لوناً رئيسياً دون إطارات مع الشهادتين والسيف المسلول، قبل أن يهتدي هو ذاته إلى الشكل النهائي في عهد الملك فيصل بإدخال بعض التعديلات البسيطة فيما يتعلق بمقاسات العلم وكلمة التوحيد، كما غير بداية ونهاية السيف الأبيض حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايتها نحو السارية كناية عن انتهاء القتال، وأصبح رمزاً للقوة والمنعة. فما رأيكم في تلك الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الإدارة السعودية؟